السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: غرق شوارع ومناطق مختلفة من العراق جراء موجة الأمطار والسيول المصاحبة لها. ولدينا أيضا في عنواننا الثاني: غياب خدمات الصرف الصحي والشوارع المعبدة تهدد حياة العراقيين في التنقل بين المناطق. ولدينا أيضا: تظاهرات واعتصامات للخريجين والعاطلين عن العمل بعد ذهاب التعيينات لأبناء المسؤولين وما يسمون بأصحاب الواسطات. ولدينا أيضا في العناوين: استمرار المظاهرات والاعتصامات في البصرة ضد انهيار الحياة ومقوماتها في المحافظة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم مشكلة مياه الأمطار والسيول ومعاناة الناس في بعض مدن العراق التي غمرت مياه الأمطار شوارع مدنهم وأحيائهم لعدم وجود شبكات تصريف لهذه المياه. نبدأ مع موضوع أول. الموضوع هو عن الحي الصناعي في مركز محافظة ذي قار، غرق بمياه الأمطار رغم مرور 7 أيام على نزول المطر، إلا أنه ما زالت الشوارع في الحي تعاني من الغرق. فنشاهد. هذا البلوك الثاني. هذا البلوك الثاني. هاي من بعد المطر تقريبا 7 أيام. نبقى في هذا الموضوع، ننتقل إلى محافظة أربيل حيث غمرت المياه الشوارع في المحافظة. هذا الموضوع عاق حركة السير للمركبة. دعونا نشاهد. أيضا بهذه المشكلة نتابع شكوى من أهالي حي الجامعة في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية بعد غرق شوارع حيهم بمياه الأمطار، بالإضافة إلى أن هذه الشوارع طينية وغير معبدة وعدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار. هذا الأمر أدى إلى تعطل أبناء الحي عن الذهاب إلى المدارس، طبعا لصعوبة الحركة والمشي في الشوارع. فنشاهد. هذا حال حي الجامعة بالديوانية، احد ارقى الاحياء السكنيه يصنفون هنا. زين، هاي الشوارع مالته الحياه معدومه بيه، اغلب السكان المحليين يطبقون سيارتهم على الشارع العام مقابل الجامعه ويمشون مسافه تقريبا كيلومتر او كيلو ونص حتى يروحون لبيوتهم. طلاب المدارس نفس الشيء، ماكو دوام، طلاب اللي يروحون تشزمات ويجون مطينين ومرضى وفلانسة لو ما يداومون. هاي هذا الواقع، واقع الحال. هاي الناس. زين، هذا يصنفونه حي راقي بالديوانيه،
هالخدمات معدومة بي. بلد موازنته المالية 130 مليار دولار، وين تروح الموازنة ما نعرف، تبليض ماكو. هذا حي الجامعة بالديوانية، حي الجامعة اللي بيه مسؤولين، بيه عضوين برلمانيين، بيه عضوين مجلس محافظة وغير المسؤولين والقضاة والأساتذة الجامعيين والضباط. هاي بيوت كلها راقية بس الحياة معدومة، ماكو الشوارع والخدمات مطينة. أيضا نتابع السيول ومياه الأمطار التي غمرت بعض شوارع مدينة الموصل. الآن ننتقل إلى موضوع طبعا هو مرتبط ارتباط وثيق بما يحدث الآن من سيول وفيضانات الآن تعيشها أو تشهدها مناطق مختلفة من العراق طبعا بعد موجة الأمطار الأخيرة. حال الطلبة بعد غرق شوارع المدن العراقية، ما يعانونه في طريقهم للذهاب إلى المدارس من شوارع غير معبدة وغارقة بالمياه والطين. نتابع مع حضراتكم الآن هذا المقطع الذي وثق بلحظة غير متوقعة، سقوط طالبة في فتحة تصريف المياه المطمورة بالمياه أثناء قيام رجل، بتصوير حالة المدينة التي يعيشوها وحالة الطلبة كذلك في قضاء الشامية بمحافظة القادسية. كبلك الطالبات ذن البقية قطيع عنها. أنا صار. ها؟ علي علي أنا أدفع جور. ها؟ خطية ذني خطية. مبادرة مبادرة أي والله. مبادرة رحمة على أبيك. مبادرة، احنا نتمنى ان تتعلم الشعوب، ان تتعلم الشعوب شلون تكسب حريتها، ان تتعلم الشعوب شلون تبدع، ان تتعلم الشعوب شلون تبني حياة مستقبلية، شلون تعزز تربية الاطفال، شلون تتربى الاطفال بالمدارس باعتزاز وبثقة. بويا منك عن المنهال أولك منك أن تتعزز بثقة الأجيال القادمة وتتعزز وارتباطها بوطنها. مو هاي النتيجة ويا أبسط مطرة صارت هاي النتيجة، هاي الملحمة تباوع على ال... اللي عند هذا ما يعيشه الأطفال العراقيون يوميا في رحلة ذهابهم إلى المدرسة، من هذه المعاناة، من هذه الأخطار التي يواجهون في طريقهم إلى المدارس، في طريقهم إلى التعلم، بدل من أن تكون هذه البلد مجهزة لهؤلاء الأطفال بكل الخدمات والوسائل من أجل أن نبني جيل صحيح في هذا المجتمع. لا، الموضوع بالعراق مختلف تماما، هناك إهمال لطبقة البشر الموجودة في العراق تماماً، والتركيز على سرقات وعلى نزاعات سياسية وخلافات وغيرها. طبعاً نتمنى السلامة لجميع الأطفال. نتابع مع حضراتكم الآن حال التلاميذ في مدارس ناحية الحفرية في محافظة واسط عند هطول الأمطار. أيضا حال طلبة المدارس في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية بسبب عدم تعبيد الطرق أمامهم. تعال بويا تعال تعال ورد نصوركم ونشكر على الفيس. والله
بويا انتم شلونكم بهالمطيره؟ والله حي عندكم شاري. ها. ايه شنو بعد سولفنا يعني ليش ما يبلطون الشوارع مالكم؟ ما يبلطون احنا شو نسوي؟ بس بس البوقات قاعدين؟ يعني بس بالوقت المظاهرات تجي وانتخبونا انتخبونا يا مدرسة يا وناس هالفقرة يعني تجي لا كتبليد مدرسة المعراج هاي الزبالة خلي نشوف الناس وهاي الطلاب متبهذلة يعني لا مجاري لا ماي لا كهرباء لا عيشة زينة. ننتقل إلى موضوع آخر. طبعا الآن احتجاجات في العراق مقسمة إلى جزئين، هناك احتجاجات خرجت مؤخرا بعد الوعود الحكومية المتعلقة بالتعيينات وما إلى ذلك، هناك موجة غضب كبيرة تستمر طبعا الاحتجاجات على قضية التعيينات المخصصة لتربية ذي قار بعد عدم قبول أغلب المقدمين لهذه الدرجات الوظيفية أو المتقدمين لها، واقتصرت فقط طبعا المواضيع اقتصرت على أبناء المسؤولين والوساطات أو المحسوبية. طبعا هذا الموضوع دعا إلى خروج تظاهرات للخريجين أمام منزل محافظ ذي قار بعد استبعاد خريجي عام 2018 من تعيينات تربية ذي قار. دعونا نشاهد. نبقى مع موجة الاحتجاجات بسبب طبعا ذهاب التعيينات لغير الذين يستحقونها. من ذي قار المتظاهرين يعبرون بقصيدة ضد الأحزاب السارقة لدرجاتهم الوظيفية بعد أن تبين أن أغلب التعيينات تمت عبر الواسطة والمحسوبية. دعونا نشاهد. باعها تعيينات أبو 50 باعها تعيينات يحيى هو سواها تعيينات ويحيى هو سواها تعيينات أبو 50 باعها تعيينات ولبن النايم خلاها تعيينات ولبن النايم خلاها تعيينات ظاهر نحن وجبناها تعيينات ظاهر نحن وجبناها تعيينات ولبن النايم خمطاها ولبن النايم خمطاها تعيينات ولبن النايم خمطاها تعيينات ولبن النايم خمطاها تعيينات ولبن النايم خمطاها تعيينات يا حكومة نحكي وياها تعيينات يا حكومة نحكي وياها تعيينات يا حكومة نحكي وياها تعيينات والمسؤول والمسؤول باقاها تعيينات والمسؤول والمسؤول خمطاها تعيينات والمسؤول خمطاها تعيينات ابن النايم سواها تعيينات ابن النايم سواها تعيينات ابن النايم خلاها تعيينات 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 ابن النايم خلاها تعيينات ابن النايم خلاها تعيينات. أيضا نبقى في هذا الإطار ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وقفة احتجاجية للخريجين في ذي قار يوضحون بها معاناتهم. رايدينك تستقيل يا رياض يا عميل رايدينك تستقيل يا رياض يا عميل رياض يا عميل رايدينك تستقيل كلا كلا للفاسد كلا كلا للفاسد كلا كلا للظالم بك الخايبة ما تتعين تعينونا بالدرسة تعينونا بالأحزاب الأحزاب ما أضافة شوي
ولد الخايبة وولد الفقراء وعوائل الشهداء وعوائل المعوقين. شريحة المعوقين ليش مكتب درجات مالتها؟ باقوك باقوك يا شعب دورش من تضور. باقوك باقوك يا شعب دورش من تضور. باقوك باقوك. ننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بالتعيينات و غاضبة بسبب ذهاب التعيينات إلى من لا يستحقها، نأتي إلى التظاهرات الشاملة. المظاهرات في محافظة البصرة هي مظاهرات شاملة لا تقتصر فقط على قضية التعيين، إنما هي تشمل جوانب كثيرة من الحياة. هذه الجوانب مفقودة. السترات الصفر انتقلت من باريس إلى البصرة ومن مظاهرات البصرة إلى طبعا باقي مدن العراق. تستمر المظاهرات في شوارع البصرة ضد فساد الأحزاب الحاكمة وضد ارتداء المتظاهرين، طبعا ضد الفساد الأحزاب الحاكمة، وتستمر بارتداء المتظاهرين للسترات الصفر. مع فكرة السترات الصفر ننتقل هذه المرة إلى محافظة النجف. مظاهرات ساحة الثورة 20 في النجف ضد الفساد الحكومي، دعونا نشاهد. فاسدون فاسدون لا مرحبكم نبي. فاسدون فاسدون لا نحرم نبي. فاسدون فاسدون لا نحرم نبي. فاسدون 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 ننتقل من النجف إلى بغداد. السترات الصفر انتقلت من البصرة إلى بقية المحافظات واليوم وصلت لمتظاهري بغداد، حيث تظاهر عدد من الناشطين في بغداد ضد فساد الحكومة والأحزاب الحاكمة وهم يرتدون السترات الصفر. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. موضوع اراكم هو موضوع قد يثير السخريه طبعا، وقد يجعل العراقيين يضحكون على ما سيشاهدون او سيستمعون له الان.
تحدث النائب فرات التميمي أثناء جلسة لمجلس النواب في العراق عن سرقات يتعرض لها النواب البرلمانيون داخل قبة البرلمان. طلب النائب حماية من رئيس المجلس. طبعا هذه المداخلة تم حذفها من قناة مجلس النواب الرسمية، وتم اقتطاع اللقطة التي تحدث بها النائب، لكن انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد. في مهام الرئيس يمارس الرئيس المهام الآتية: المادة البند ثامنا، اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل مجلس النواب. السيد رئيس المجلس، احنا كنواب جالسين في هذه الأماكن نترك أكمل ده نترك وثائق، يعني قضايا تتعلق بينا. يعني أنا مثلا تارك نسخة من النظام الداخلي والدستور ونسخة من الموازنة ونسخة من البرنامج الحكومي، ما نلقاها في أماكننا سيد رئيس المجلس. أكو كاميرات ويحتاج أنه الأخ مسؤول القاعة يدقق شنو هاي وثائق إحنا نتركها هنا في مكاننا سيد رئيس المجلس. نتمنى من حضرتك أنه توجه الدائرة البرلمانية أو الأخوة المشرفين على القاعة أنه الحفاظ على المحتويات أو المستمسكات اللي يتركها أماكننا. شكرا جزيلا. متابعة هذا. سأترك التعليقات للمشاهدين الكرام. دعونا نقرأ التعليقات التي جاءت على فيسبوك. نبدأ مع أول تعليق. ياسين العبادي يقول: إذا أنتم غير قادرين على حفظ الأمن والنظام في قاعة صغيرة، إذن شلون راح تحافظون على الأمن والنظام في العراق؟ في تعليق آخر لدينا أيضا سيف يقول: إذا السرقة وصلت للأوراق الخاصة بجلسة البرلمان، لعد من اعتب إذا سرقوا البلد من الشمال للجنوب؟ وأيضا ضمن تعليقاتنا طالب يقول: ولكم الله أكبر عليكم، حتى وأنتوا تحت قبة البرلمان واحد يسرق بالثاني، ما كفاكم سرقة بالبلد؟ وأيضا ضمن التعليقات أبو مهند يقول: أنت قاعد بأكبر منظمة سراق على مستوى العالم ومتعجب أوراقك انسرقت؟ منطقي جدا. لدينا أيضا ضمن التعليقات نبراس يقول: هم بالأصل حرامية، صارخ 15 سنة يبوقون بالعراق، بقت على أوراقك، مبين أنت جديد هسه يعلموك. طيب، وفي آخر التعليقات عادل القريشي يقول: عيش وشوف والقادم أدهى، والله اليستر، نحن باقين على رحمة الله فقط لكون من يقودون لا يستطيعون أن تؤمنهم بقطيع الغنم. طبعا هذا جزء بسيط جدا من تفاعل الناشطين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تحديدا عندما انتشر المقطع. هناك الكثير من التعليقات التي جاءت تهكمية بشدة، هجوم على هؤلاء، وضحك هستيري لبعض الناشطين طبعا، لأنه موقف يعني ربما يشاهد للمرة الأولى لكنه ليس مستغربا أن يحدث. نراكم بعد قليل. الوسم هو يسمى شنو هاي؟ طبعا هو وسم عراقي تفاعل معه النشطاء عن أمور حدثت يستغرب لها. دعونا نقرأ التغريدات التي جاءت على تويتر. ياسر يقول: في حادثة تعتبر الأولى على مستوى العالم، وزارة الخارجية العراقية ضربتني بلوك على تويتر باعتباري إنسان مغترب، أطالب الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالتدخل والمساندة من كل العراقيين لإيصال صوتي. في تغريدة أخرى محمد علي يقول: الحكومة تأخذ من طالب الأقسام الداخلية 150 ألف بدل سكن، وتعطي النائب راتب 12 مليون بالشهر الواحد بدل 3 ملايين، شنو هاي بصوت عالية صيف. ولدينا أيضا ضمن التغريدات ديار يقول: الموقع الإلكتروني ما هو إلا ضحك على الذقون، وإلا ماذا نسمي توزيع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاق الانتخابي بين السنة والشيعة والأكراد؟ يعني معقولة وزير الداخلية راح يكون سني، ووزير الدفاع يكون شيعي، ووزير الخارجية يكون مسيحي، والنفط يكون للأكراد؟ وفي آخر التغريدات لدينا محمد البصري يقول: صدق أو لا تصدق، جالية عراقية لا تملك سوى جوازات صدام منتهيه الصلاحية، ومدارس عراقية أغلقت بوجه أبنائها، وتأتي لجنة تجديد الوثائق بعد 25 عاما من الغربة وعبر المحيطات والبحور لتطالبك بشهادة السكن في العراق والبطاقة الموحدة لتجديد الجواز. يعني
كان هذا جزء من التغريدات التي تفاعل معها النشطاء. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.